هذا القسم خاص حق المتزوجين او عادي بنت مع بنت او شاب مع شاب، مثلا عايشين في شقه واحده لحالكم عادي، يعني كل واحد يمسج الثاني ما فيها شيء. والله والإحساس حسيت بكذا جسمي ارتخى، لأنه هو أساساً حق المساج. شوف لما ارتخى عليه قسم بالله العظيم كأني حاطة على قفاية. طبعاً يعطيك إحساس حرارة عالي بالإضافة إلى رائحة الزيتون والنكهة. أتمنى بس مني زلة وتشمتا، لو أنا زليت ولا لو أنا على خطأ كان أنا ما طلعت الحين وأكلمكم، لكن أحب أقول لكم موتوا قهر.